مساء الخير لكل متابعي برنامج الكرة والجماهير في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. وحلقتنا النهاردة مميزة جدا، تتزين باللون الأبيض زي ما انتم شايفين كده. حضراتكم هتلاقي معايا النهاردة ثلاثة من أجمل الثلاثة اللي قابلتهم، الزملكاوية الجمال بجد. إن شاء الله تبقى حلقة نارية، نقدر نقول وجهة نظر البرنامج ووجهة نظر الجمهور الزملكاوي في الشارع المصري. قبل ما نبدأ حلقتنا النهاردة، سؤال الحلقة: مع أم ضد رحيل إدارة نادي الزمالك؟ هقول السؤال مرة تاني: مع أم ضد رحيل مجلس إدارة نادي الزمالك؟ شاركونا أراءكم على الأرقام اللي هتظهر أمام حضراتكم على الشاشة. قبل ما أبدأ لازم أرحب بضيوفي الجمال. الكابتن سيد جودة، كبير مشجعي نادي الزمالك، أهلا بك يا كابتن سيد، منور ويعني منور برنامج الكرة والجماهير كالعادة. أهلا بك أستاذ أحمد، وتحياتي لقناة الصحة والجمال، تمام، قناة الشعب، تمام، قناة محترمة. انت برنامج بتاع حضرتك مسمع عيدنا كلها حبيبي، ومزيد من التوفيق ان شاء الله. متحرمش. ضيفنا الجميل الفيلسوف، فيلسوف التحليل، الكابتن سعيد شناوي، منور الدنيا يا كابتن سعيد. حبيبي كابتن احمد، مسا على حضرتك وعلى البرنامج الجماهيري الجميل، البرنامج الاكثر مشاهده حاليا، البرنامج المفتوح على كل الجمهور الرياضي المصري اللي بأقل حاجة تتصل وتقول رأيك بأريحية، وأمسي على كل جماهير كرة القدم في مصر، أهلي زمالك إسماعيلي ومتابعي الكرة والجماهير يا كابتن. طبعا جميع متابعي الكرة والجماهير. وفي برنامج أحلى من كده مفتوح على الشارع المصري الرياضي، حاجة جميلة جدا، وبرنامج نسبة مشاهدة عالية جدا، وشرف ليا أن قاعد مع كبير مشجعي نادي الزمالك، قامة كبيرة، قامة كبيرة جدا. واحنا بنشكرك ومنور الدنيا يا كابتن سعيد الشناوي، منسق عام بالاتحاد المصري لنبذ العنف ونشر الروح الرياضية. نعم، منور يا كابتن سعيد. حبيبي حبيبي، اشكرك كابتن. نروح بقى لضيفتنا الجميلة، الحالة الجميلة بجد، الأستاذة مريم شكري، منورة الدنيا يا استاذة مريم. ربنا يخليك يا كابتن بنورك، وانا سعيدة اني مع حضرتك النهاردة، وبمسي على كل متابعي برنامج الكرة والجماهير وعلى قناة الصحة والجمال قناة الشعب. وانا سعيدة ان انا في هذه القناة الجميلة ومع حضرتك في البرنامج الجميل ده. انت منورة الدنيا يا مريم والله. طبعا بعد ما قدمنا ضيوفنا، نشوف بقى فقراتنا النهاردة كتيرة ومتنوعة. قبل ما ندخل في التفاصيل، كان عندنا النهاردة مباراتين هامتين، مباراة الأهلي وبلاتينيوم والزمالك وزيسكو. الزمالك ما قدرش ان هو يحافظ على التقدم بهدف، وتعادل هدف مقابل هدف. احرز هدف نادي الزمالك الكابتن مصطفى محمد، الف مبروك لنادي الزمالك، نقطة، العودة بنقطة من زيسكو، بداية ان شاء الله تكون موفقة. وبنبارك ايضا للنادي الاهلي بفوزه النهارده في استاد السلام 2-0، بدايه جميله للنادي الاهلي. طبعا عارفين ان احرز الاهداف الكابتن وليد سليمان. هنتابع مع حضراتكم دلوقتي ونبدا فقراتنا التحليليه بمباراه الاهلي وبلاتينيوم. نروح لعم الكابتن سيد جوده، ايه رايك في اداء الاهلي وبلاتينيوم النهارده؟ انا ما اتفرجتش والله على الماتش النهارده بتاع الاهلي. شفت بقى العنصريه؟ لا انا كنت فاضي اولا. ايوه قول قول الاسباب يا عم سيد. انا جاي من فرح بتاع بنت اخويا. تمام، الف مبروك الاول. ربنا يخليك يا حبيبي، ربنا يخليك. تمام، وجيت هنا بالعافيه يعني على طيب. يعني انت ما تابعتش المباراه؟ ما تابعتش المباراه. طيب اروح للكابتن سعيد الشناوي، ايه رايك في اداء كابتن فايلر المدير الفني للنادي الاهلي واداء الاهلي عامه النهارده؟ اولا قبل، بسم الله الرحمن الرحيم، قبل ما اقول التحليل واقول كل حاجه، تمام، انا ببارك لجمهور النادي الاهلي العظيم، هذا الجمهور الرائع، الايقونه الجميله اللي عامله حاله في العالم العربي كله، مش تمام في مصر لوحدها. تمام، هذا المنظر الجميل الرائع، هذا الجمهور الرائع الكبير. احنا عندنا جمهورين يا كابتن احمد، جمهورين من اكبر الجماهير الرياضيه، قطبي الرياضه، قطبي الكره طبعاً المصريه، الثروه القوميه، الثروه القوميه، نادي الاهلي والزمالك ثروه قوميه. انا الاول كزملكاوي بهني
أول حاجة الجماهير المصرية الجميلة اللي حضرت النهاردة بالمنظر الرائع جميل وفي عجالة سريعة. بالنسبة لمباراة الأهلي النهاردة اللي الأهلي كان رائع النهاردة، وعاوز أقول معلومة كابتن أحمد اتفضل عشان نكون فاهمين دور المجموعات في بطولة البطولات الأفريقية. أنا بعتبرها بالنسبة للأهلي والزمالك هي بمثابة تمرينة، فترة إعداد، بمثابة فترة إعداد لما قادم، بمثابة مباريات تجريبية للقادم، مباريات تجريبية. أيوه. الأهلي دايما يا جماعة لما أنا كزملكاوي أنقد أهلي أو أنقد زمالك فأنا عارف إن الأهلي عنده المزيد والكتير. تمام. الأهلي فريق بطل، الأهلي تمام. فريق عالمي، الأهلي دايما أنا بقول عليه بيستهلك إفريقيا هو والزمالك. تمام. إحنا عندنا فريقين كبار جدا، أهلي وزمالك. الأهلي النهاردة أدى أداء رائع، الأهلي النهاردة بس برضو لازم أقول النقد الإيجابي البناء بالنسبة للنادي الأهلي. هاجي لحضرتك في النقد البناء، وده سؤال مهم جدا وأحب تمام. أعرف إجابته من حضرتك. تمام. بس أروح للأستاذة مريم لسه شكري. ما باركتش لجمهور الزمالك. ما أنا لسه جاي الزمالك، معلش ما أقدرش أسيب أهلي وأهلي وأتكلم أهلي وأسيب زمالك. طب ما نخليها أما تيجي فقرة الزمالك. طيب يا فندم اتفضل. تمام اتفضل يا كابتن. هروح برضو للزمالكاوية الجميلة، انت طبعا عرفت ان الاهلي غلب النهاردة. طبعا. بتقولي ايه لجمهور النادي الاهلي والجهاز الفني للنادي الاهلي بعد المباراة؟ اكيد الاهلي بيمثل مصر في افريقيا فبقول له طبعا الف مبروك. تمام. واكيد مفروض اي نادي مصري بيمثل مصر فاحنا مفروض نشجعه. تمام. في البطولات الافريقية بقول ان هو قدم اداء الى حد ما كويس. تمام. وبقول لهم الف مبروك يعني. هي دي الروح الرياضية يا مريم اللي احنا مستنيينها من حضرتك ومن جميع الزمالكاوية في مصر، اهلي او زمالك، طالما بنلعب في بطولة قارية لازم نساند بقوة اي نادي مصري بيمثل مصر. اكيد طبعا، لاننا نفسنا نشوف مصر في احسن المستويات على المستوى الرياضي وغير الرياضي كمان ان شاء الله. نروح بقى لعم سيد الكابتن سيد جودة كبير مشجع الزمالك اللي شكله كده ناوي يتعبنا النهاردة. عم سيد حبيبي طبعا والله. اتفضل. إيه انا طبعا انت حضرتك ما تفرجش على المباراه طبعا، هسالك بقى سؤال. لا وما منعش برضه ابارك لجمهور الاهلي. ايوه كده عم سيد، ما من الاول بقى عم سيد. لا ما فيش شك ان هم بيلعبوا تمام في افريقيا باسم تمام. مصر تمام. وليا بس ملحوظه كده صغيره. اتفضل. بالنسبه لجماهير مصر. ايوه. على كل الانديه تمام. احنا يا كابتن يعني الحته دي كانت ناقصه، المفروض اتحاد الكوره يطلع قرار لجميع الانديه. أيوة. الزمالك الاهلي المصري الاسماعيلي، يطلع روابط من كل الانديه تمام. تساند الاهلي او الزمالك في افريقيا ان شاء الله طبعا. ودي حاجه جميله كده النهارده مثلا مبادره جميله والله، تبقى مبادره مثلا جميلة. عالم الاسماعيلي عالم تمام. الزمالك مع الاهلي. أيوة عالم المصري. ايوه كده كابتن سيد. ايوه كده احنا عايزين الروح دي يا كابتن سيد. نفس المبادره دي تحصل ان شاء. ايوه كده انا احييك واضم صوتي لصوتك والله. مسؤول كبير في اتحاد الكوره المفروض. أيوة. المفروض وده حاجه وطنيه كويسه يعني تمام. طب وكلنا نساعدك والله. والله يا ريت والله تمام. طبعا انا مش عاوز يا جماعه بعد اذنكم انا مش هكتر كتير في موضوع الاهلي والزمالك، احنا بنبارك لهم الاثنين، بس طبعا هناخد سؤال للاهلي او سؤالين وسؤال او سؤالين لنادي الزمالك عشان في موضوع شائك جدا لازم نتكلم فيه. فطبعا انا هروح لكابتن سعيد الشناوي وهقول لحضرتك ايه اللي ينقص النادي الاهلي للفوز او للحفاظ بالبطوله التاسعه. تمام. هنتكلم كره قدم تمام، بس يا ريت احنا مش عاوزين نطول في موضوع الاهلي في والزمالك. في عجاله سريعه. النادي الاهلي النهارده، النادي الاهلي من اسرع الفرق اللي بترجع لمستواها بسرعه جدا تمام. اذا تعرضت لدروب ما تمام. وده راجع لاستقرار الاداره وراجع للحالة النفسية والحالة السيكولوجية اللي موجودة داخل النادي الأهلي تمام. يعني إزاي بدخل اللاعب الجديد اللي جاي عندي وبعيشه في شخصية النادي الأهلي، وده حاجة تحسب للنادي الأهلي. بيقدر يدخل المنظومة سريعا وبيرجع تمام. من أي دروب بيحصل له بيرجع بسرعة جدا تمام. نادي الأهلي النهاردة أنا أقولها بكل صراحة جدا، نادي الأهلي محتاج مساك على أعلى مستوى. أيوة. أو اتنين مساكين. خلينا نتكلم كده ليه، لأن الأهلي لما بيلعب في أفريقيا مصر بتلعب وبيبقى واجهة جميلة جدا، وانت عارف حضرتك كابتن احمد كرة القدم هي المرآة الحقيقية لجمهورية مصر، ومصر طبعا طول عمرها وستظل الأم والقلب النابض للأمة العربية في كل شيء، في الرياضة في كل شيء. طيب النادي الأهلي محتاج مساك على أعلى مستوى. يفكرني بقى بعماد النحاس ووزير الدفاع حسن حمدي وسمير كمونة ومحمود الذهبي أبو الذهب والنجوم الكبار دول جدا تمام. النادي الأهلي محتاج فرود
او مهاجم يصنع للفارق. يعني انت حضرتك بتقصد ان الاهلي محتاج تدعيم في الاثنين الاستوبر والفيرود بالظبط، ده عشان يقدر ينافس على البطوله. الاهلي بطل، انا مش مستني الاهلي ينافس والزمالك. اي مشجع رياضي النهارده لن يقبل الفوز بالبطوله الا بالفوز بالبطوله. احنا اللي اسسنا الاتحاد الافريقي كابتن احمد. طبعا بهذا الشكل. محتاج واحد مساك، اثنين مساكين، ومحتاج فرود يصنع الفارق، والاهلي قادر ان شاء الله، وادارته جميله وانا بحييها وبحترمها. شكرا يا كابتن سعيد، الف مبروك للنادي الاهلي. ننتقل سريعا للقطب الثاني او القطب الاول عشان ما حدش يزعل مننا، مباراه الزمالك وزيسكو، واروح للجميله الزملكاويه مريم شكري. ايه رايك في اداء الزمالك واداء كارتيرون النهارده مع الزمالك؟ اولا عايزه ابارك بقى لجمهور نادي الزمالك. ايوه انت بقى خدي بقى حريتك يا مريم واتكلمي براحتك. الزمالك بقى ده حياتك. طبعا عايزه ابارك لجمهور الزمالك واقول لهم افرحوا النهارده. تعادل بره الارض بالناس بمثابه فوز. لانه بره ارضنا. تمام. بقول ان الزمالك قدم مباراه جيده جدا. تمام. وكان الاقرب للفوز. ماشي. وسجل الاول. بقول للعيبه الزمالك دي المباراه اللي ممكن ترجعوا فيها تاني لطريق الانتصارات ان شاء الله بامر الله، وده المباراه الحقيقيه اللي فعلا الزمالك هيرجع تاني. وبقول ان الزمالك باذن الله باذن الله قادر على حصد بطوله افريقيا ان شاء الله يا مريم، وكل التوفيق لنادي الزمالك يا استاذه مريم ان شاء الله. طبعا اخر سؤال بقى طبعا النهارده عشان نروح بقى للي جاي، اروح لكابتن سيد جوده كبير مشجعي نادي الزمالك. النهارده حصل، هل من وجهه نظرك عم سيد، هل كارتيرون كان موفق في ان مصطفى محمد يبقى قاعد على الدكه في الشوط الاول؟ طبعا، وعدم اشراكه من البدايه. هي نظرته كانت كويسه. ودليل عن ذلك ان هو اول ما نزل على طول خلص وجاب الجول. يعني انت شايف ان برضو دي ده فكر مدير فني. ان هو نزله في الوقت المناسب. اللعيب لما يقعد على الدكه بيبقى لها يعني شان تاني، بيبقى قاري الملعب، انزل اعمل كذا، مشكلة يعني. يعني شايف يعني ده فكر كويس من المدير الفني. طبعا طبعا. تمام. اخر سؤال بقى النهارده اروح للكابتن سيد، كابتن سعيد الشناوي، لان ما ينفعش يبقى معايا الكابتن سعيد الشناوي وما اسالوش السؤال اللي كل الزملكاويه بيسالوه وكل الوسط الرياضي في مصر بيتساءل. ايه تقييمك النهارده للكابتن او المدير الفني لنادي الزمالك كارتيرون يا كابتن سعيد؟ طيب برضه نتكلم كرة قدم. تمام. نتكلم بموضوعية. أيوه. الكابتن سيد قال رأيه في موضوع مصطفى محمد. تمام. المباريات الإفريقية يعني لو لاحظنا النهارده إن خط الدفاع بتاع نادي زيسكو. نادي زيسكو. طوال القامة. تمام. يعني أنا طبعًا أنا بعيب على المدير الفني نادي الزمالك، بختلف مع كابتن سيد وحبيبي وأخويا. أيوه. انا ما فيش عندي النهارده مهاجم سترايكر صريح. ما احنا رجعنا لزمن الاسترايكر الصريح. ما عنديش مهاجم النهارده بيعمل الجامب العالي، ما عنديش مهاجم النهارده بيقطع صح، ما عنديش مهاجم النهارده بيلعب الهيدرز الصح، اللي بينشن صح، اللي بلغه الكويره. مصطفى محمد ما كانش ينفع يقعد من بدايه المباراه. طيب. الاطراف اشتغلوا تمام يا كابتن احمد، كان في اوفرات عرضيه جدا مش لاقيه اللي لو تلاحظ حضرتك كان في انفراد بالهيدرز مع يوسف اوباما. ايوه، وهو قصير القامه طبعا. مش مشكلتي قصير القامه كابتن احمد في العاب الهيدرز دي بتبقى، ولكن الهيدرز صعب. الهيدرز انت خلاص شفت كابتن جمال عبد الحميد كان بيتمرن عليها ازاي. أيوة. خدت بال حضرتك؟ فكان المفروض الكابتن مصطفى محمد كان ينزل بدري. أيوة. لان هو الوحيد اللي بيعمل لك الفارق، والفارق هنا ايه مع طول القامه؟ الفارق ان هيطلع يعمل جامب عالي، وهو لاعب قوي. لاعب قوي. وانا بطلب من اداره نادي الزمالك القائمين على الامور الفنيه في نادي الزمالك. أيوة. يهتموا، وبطالب ان باعداد برنامج معين لمصطفى محمد، لان ده خلاص انا بعتبره المهاجم الصريح للمنتخب المصري كمان. أيوة. يا كابتن احمد عاوز اقول معلومه بسيطه في عجاله سريعه. تمام. اولا ببارك عوده نادي الزمالك. أيوة. نادي الزمالك كابتن احمد لما تعرض للضربات اللي فاتت دي كلها، وهذا والنادي الزمالك يرجع بهذه الصوره. ويا جماعه يا زملكاويه، لما بنقيم نادي الزمالك وبنعترض على نقط معينه، فاحنا عارفين برضو ان الزمالك فريق بطل وفريق كبير وبطل افريقي وله تاريخ. يا جماعه الزمالك تاريخ كبير، فاحنا بنقول بيبقى النقد يا كابتن احمد نقد ايجابي. تمام. نقدي ربما ان نكون على خطا، ربما ان نكون على صح على صواب، ولكن يعني دايما انا عندي خط وسط محتاج شغل عالي اكتر من كده.
فيه كوير على اعلى مستوى لكن محتاج اوظفهم اكتر. النهارده كان يعيب نادي الزمالك الالتزام بالمربعات، ولذلك ده اللي ادى فرصه للفريق المنافس ان هو يضغط عليا، ولكن تمام. انا ببارك عوده نادي الزمالك الجميله وان شاء الله بدايه حميده باذن الله، الزمالك يرجع للاقوى زي ما كان باذن الله. طبعا الف مبروك لنادي الزمالك والف مبروك للنادي الاهلي، وان شاء الله حظ اسعد للفريقين في بطوله دوري ابطال افريقيا. نروح بقى النهارده للفقره الثالثه، فقره مهمه جدا وتشغل الراي العام او الشارع الرياضي الزمالكاوي تحديدا. من خلال برنامج الكره والجماهير، لا انتماءات لاي فريق سواء اهلي زمالك اتحاد اسماعيلي، نحن نعمل للصالح العام او لصالح الرياضه المصريه. صحيح. فقرتنا النهارده بعنوان انقسام الجمهور حول مجلس الاداره. انا وجهه نظري لازم برضو اتكلم مع حضراتكم وبكل شفافيه، اي حد فينا اي حد في الدنيا بشر يخطئ ويصيب. السيد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك له وعليه، عنده اخطاء وعنده ايجابيات. اي حد النهارده بيحب نادي الزمالك وبيحب مصلحه نادي الزمالك ممنوع منعا باتا ان يطلع اي حد في الوقت ده تحديدا في نص الموسم ويقول استقاله مجلس الاداره. ده وجهه نظري الضعيفه، ما ينفعش اللي هيقول استقاله مجلس الاداره في الوقت ده يبقى ما بيحبش نادي الزمالك صدقوني، لان لازم الناس، الراجل ده جه بقايمه منتخبه من اعضاء الجمعيه العموميه يكمل للاخر، والمحاسبه بتبقى اخر دورته. انما عشان احاسب مجلس الاداره في نص الموسم صدقوني ده كده بيوقع نادي الزمالك. طبعا الجماعه معايا طبعا النهارده ضيوفي زملكاويه، هم افضل مني في الكلام عن نادي الزمالك، وهسالهم اسئله صريحه واقعيه من خلال الشارع الزملكاوي. استاذه مريم، في انقسامات النهارده في جمهور الزمالك بين مؤيد ومعارض لسياسة رئيس النادي أو مجلس إدارة نادي الزمالك. طبعًا. انت شايفة الوضع ده ايه بالظبط من وجهة نظرك؟ بص يا كابتن، من وجهة نظري يا جماعة، يا جماهير الزمالك، لا لرحيل مجلس الإدارة. تمام. اولا او حضرتك، انا مع حضرتك ان اي حد في الدنيا ليه ايجابيات وسلبيات، اكيد، بس لو سمحت يا كابتن اذكر ولو بعض من الايجابيات حقك. عشان جماهير الزمالك بس يفتكر. اولا سيادة المستشار مرتضى منصور عمل طفرة إنشائية كبيرة جدا يا كابتن في نادي الزمالك، ملموسة للكل يا مريم بجد. نادي الزمالك يا كابتن نادي عالمي. تمام. أنا رحته ونادي فعلا عالمي. تمام. نادي الزمالك بيزوره من كل حتة ناس. تمام. من كل حتة في الوطن العربي وبر الوطن العربي. تمام. وده أنا شفته بنفسي. أولا اللاعبين، سيادة المستشار جاب أحسن لعيبة في مصر. تمام. لعيبة سوبر ما بيبخلش على نادي الزمالك. كويس. الراجل ده كل حبه لنادي الزمالك ودفاعه عن نادي الزمالك. تمام. وبيتحارب يا كابتن، بيتحارب من ناس بس كتير. بس للاسف يا مريم، وانا بوجه رساله للسيد المستشار، صدقيني يا مريم المحاربه من ابناء نادي الزمالك مش من حد تاني. حقيقه للاسف. حقيقه. ايوه، بس بيتحارب، يعني هو بيتحارب وبينتصر الحمد لله. الحمد لله. الحق لازم ينتصر. الحمد لله، هو على طول على حق. قناة نادي الزمالك يا كابتن اللي كانت حلم بالنسبة لجماهير نادي الزمالك. أيوة. أصبحت خلاص حقيقة. أكيد. إحنا خلاص على مشارف انطلاق قناة نادي الزمالك. خلاص بداية الشهر إن شاء الله، بداية العام يعني. بداية العام انطلاق قناة اللي كنا بنحلم بس. تمام. بنحلم إن يكون عندنا قناة نادي الزمالك. تمام. فأنا يا كابتن عاوز أقول إن إحنا مع المستشار مرتضى منصور وبنأيده وهنفضل في ظهره ووراه، وإحنا قلبنا معاك يا ريس وكلنا معاك. وربنا يوفقك في اللي جاي، وباذن الله مزيد من التقدم، وتعمل اكتر من كده كمان لنادي الزمالك، منتظرين منك المزيد ان شاء الله يا مريم بامر الله، وكل التوفيق لنادي الزمالك ان شاء الله. عم كابتن سيد، يعني تحب تجاوب يعني في تعليق او في حاجه عايز تضيفها في السؤال، ولا ننقل لسؤال تاني؟ لا طبعا انا احب اضيف، بقول لكل واحد. طب استاذنك في مداخله معانا. اتفضل. الو الو افندم. الو استاذ خيري.
اتفضل. ايوه مساء الخير يا فندم. كابتن خيري اتفضل. واضح ان الصوت فيه حاجه. طيب هنرجع تاني للكابتن سيد جوده. تحب نروح لسؤال تاني ولا في يعني اضافه؟ لا نكمل اضيف. طيب حضرتك ايه سبب يعني في انقسامات النهارده بين جمهور الزمالك بين مؤيد ومعارض؟ انت وجهه نظرك ايه في دي؟ ناس مستهدفه تدمر نادي الزمالك، وبالذات ابناء نادي الزمالك اللي بيدعوا بيقولوا احنا مخلصين نادي الزمالك. حضرتك تتفق معايا ان هم الاول من ابناء نادي الزمالك؟ اه طبعا. تمام. طبعا تمام. يعني انا يعني او متضايق من اللي حصل من تامر عبد الحميد. انا من خلال برنامج بتاعكم محترم، ايوه بقول يا كابتن تامر بالوضع اللي انا شفته دوت والفيديوهات اللي مطلعها كل اسبوع وكل يوم انت وابو المعاطي وزيدان ومش عارف مين ومين ومين شله معموله. ايوه خدت بالك؟ انت تاريخك كيف نادي الزمالك؟ انت كده بتحب نادي الزمالك؟ ما بتحبش نادي الزمالك. لو بتحب نادي الزمالك في الوقت ده خش نادي الزمالك غصب عن اي حد، واقعد كده لا مؤاخذه بادب واحترام في قلب نادي الزمالك وهيتعامل معاك الصح. انما انت كده مش زملكاوي يا كابتن تامر. انت تاريخك عملت ايه في نادي الزمالك؟ ما عملتش حاجه ولا بطوله شلتها. عيب. اقول لك ايه تاني؟ انا خلاص انا ده كل اللي عندك يا لا ده لسه عندي كمان. قول انا بديلك الحريه. مرتضى منصور بقى. مرتضى منصور ايوه كان زمان قبل ما يجي مرتضى منصور ايوه ماشي بقى رئيس نادي الزمالك. العالم ده بتاع نادي الزمالك كنا بنلفه كده لما مؤاخذه ونحل استاد زمالك واهلي. ايوه كنا بنحط لا مؤاخذه كده في جيوبنا. طب ليه؟ واحنا رايحين الاستاد. اه ماشي؟ ايوه ما يطلعش الا عند الاستاد او في قلب الاستاد. تمام. اه كنت انت رايح نادي هتروح الاستاد ماشي بنسبه 100% تتغلب من الاهلي. النهارده تيشيرت نادي الزمالك ناس لابسينه وماشيه فيه في الشارع. من ايه؟ من المرجله بتاع مرتضى منصور. تمام. من ايه؟ من الشغل اللي هو اللي فوق العاده من حبه نادي الزمالك. تمام. واخد بال حضرتك؟ اما الاول لو مؤاخذه انا كنا بنتغلب. اتفضل. معانا مداخله من كفر الشيخ. قول الو يا كابتن سعيد. الو 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 اه كابتن سعيد حبيبي. الو اه كابتن رافض. رافض الشناوي كابتن اخوك. رافض الشناوي مع كابتن رافض الشناوي. كابتن رافض منور منور الدنيا. نجم كفر احمد الشيخ. بيه تاخير احمد بيه منور البرنامج والله يا كابتن رافض. ربنا يخليك احمد بيه يا رب. منور يا كابتن رافض. بمس على ضيوف حضرتك طبعا. كابتن رافض بعد اذنك. كابتن رافض البرنامج الجميل بتاع مع علي حضرتك. كابتن رافض الشناوي نجم نادي كفر الشيخ. اه طبعا حاجه جميله كابتن رافض. واخويا طبعا اخويا الصغير وبشرف بيه طبعا في كل مكان. ايه رايك في سؤال الحلقه يا كابتن رافض؟ بالنسبه لي احمد بيه اتفضل. مع ام ضد رحيل اداره نادي الزمالك؟ لا والله انا مش مع رحيل نادي الزمالك ولا الاداره. الكابتن المستشار مرتضى منصور طبعا. انت حضرتك مع الاستقرار وبتنادي بالاستقرار في النادي؟ اه طبعا برادر بالاستقرار. رغم ان انا اعرف ان حضرتك اهلاوي. والله يا فندم يعني مش زمان كنت اهلاوي برضو يعني زمان كنت اهلاوي يعني. منور الدنيا. انا حاليا دلوقتي بشجع الكره الحلوه بما يرضي الله يعني. واحنا معاك واحنا مبدانا ان احنا بنشجع الكره الحلوه يا كابتن رافض. شكرا للاتصال يا كابتن رافض. كمل يا كابتن سيد. اكمل يا كابتن. اه زي ما قلت لك انا يعني عمل حاجه كويسه. عمل حاله كويسه في نادي الزمالك. انت شايف كده من يوم اي جهه رياضيه كانت بتحارب الزمالك زمان. تمام. وكنت لا مؤاخذه كنت بتتظلم علني. ايوه. وما بتقدرش بقى المصدوم بلا مؤاخذه يعني بيبقى اتظلم. ها أيوة. وما يقدرش يقول اه لا مرتضى منصور واقف سند قوي سند للفريق. قوي نادي الزمالك وعامل نادي الزمالك عامله نادي اوروبي. طب احنا عاوزين ايه؟ ايوه ايه المحاربه دي؟ انا بستغرب من حاجه بجد. انا مش عارف ايه يعني. انت طول عمرك معلش يعني الزمالكاويه ما يزعلوش منك. بالله نادي الزمالك لو سابوا مرتضى منصور المجلس ده. أيوة. والمصحف لتبقى فضيحه ملاها حل. لا طبعا في الوقت ده غلط صدقني. في الوقت ده لا غلط ما ينفعش. وانا بضم صوته لصوتك. احنا اللي بنشوف الذل. ايوه احنا في الشارع يعني. اقول لك حاجه يوم ماتش بتاع مازيمبي. ايوه اقسم لك بالله. أيوة. صابر درويش في البلد المغزب بظروفها كنت انا في البلد. أيوة. والله العظيم انا مديله دكتور ماشي زعلان بعد الهزيمة. زعلان بعد الهزيمه. ايوه مين لما مؤاخذه من رومز نادي الزمالك بيروح للدكتور؟ خدت بالك زي مشجع كوره
انت فاهمني؟ تمام. احنا اللي بنشوف الذل في الشارع. انا بتغلب لمؤاخذه ها ما بروحش النادي، ما بنزلش الشارع اسبوع عشان حبك لنادي الزمالك، عشان حب نادي الزمالك. معانا اتصال، كابتن خيري. الو، السلام عليكم يا فندم. مساء الخير يا كابتن خيري. مساء الفل يا فندم، عامل ايه؟ تمام بجد الحمد لله. الله يخليك يا فندم، برحب بضيوفك الكرام. معايا كبير مشجعي نادي الزمالك عم سيد جوده والكابتن سعيد الشناوي والجميله مريم شكري. كابتن سعيد الشناوي ابن بلدي مركز الرياض. اهلا اهلا حبيبي، منور الدنيا. طبعا بلدي وايقونه الجمال كله وكفر الشيخ كلها واللي طلعت النجوم. اتفضل يا كابتن. خيري زوزو معاك يا كابتن سعيد. حبيبي أهلاً حبيبي أهلاً. حبيبي استاذ خير، ازاي حضرتك؟ إيه كابتن خيري، حضرتك سؤال الحلقه النهارده، مع ام ضد رحيل اداره نادي الزمالك؟ هل يفتى ومالك في المدينه؟ انا احب اسمع راي حضرتك. والله راي حضرتي والله هو الهيكله هي اهم حاجه، اهم حاجه هيكله النادي من جديد من كله. تمام تمام. والكابتن سعيد تتحدث سابقا ولاحقا في الموضوع ده كثير، وهو ذو خبره كبيره، وهو شرف لمدينه محافظه كفر الشيخ كلها. حبيبي شكرا حبيبي. ونورتنا يا استاذ خيري، وبنشكر سعيد حضرتك على المداخله. اشكرك حبيبي. نروح في اضافه ثانيه. زملكاوي كابتن خيري. اه زملكاويه في كل مكان. نعم يا مريم. اذا سمحت اضيف حاجه بس. قبل سياده المستشار نادي الزمالك ما كانش بيعرف يجيب لاعب سوبر من اللي جابهم. يعني نادي الزمالك قبله ما كانش بيعرف يجيب لعيبه. هستأذنك يا مريم معلش. معانا الاستاذ كريم. الو الو، اتفضل يا فندم. مساء الخير يا استاذ كريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. يا كابتن احمد، معاك محمد فريد. محمد فريد حبيبي واخويا، ازيك يا ابو حميد؟ منور والله، وايش ياك الجامده دي، الزملكاوي الجميل. منور طبعا، وضيوفك اللي معانا الزملكاويه الجمال، معاك مريم ما شاء الله عليها، وما شاء الله على ضيوفك الكرام الزملكاويه الاصيلين. يعني بصراحه انت طبعا كده مبسوط يا ابو حميد. انا قلت لك امبارح يا كابتن مش هنخسر ان شاء الله. الحمد لله، ونتيجه طيبه، والنقطه اللي جت من زيزكو دي ممكن تبقى هي نقطه الصعود يا ابو حميد ان شاء الله. انا برضه عايز افكر حضرتك في حاجه يا كابتن. طب انت ايه رايك في سؤال الحلقه النهارده يا استاذ محمد؟ احب اسمع رايك. انا بقول لك 2016 ديزيسكو ده عمل نتيجه تانية، والناس دلوقتي بيقولوا انتوا فرحانين بالتعادل. انت قبل كده، معلش مع احترامي، بعيد عن التعصب واي حاجه، ماشي، انت خسرت منهم 3-2 وتعادلت في مصر 0-0، احنا نفرح بالتعادل بره. كنت ماشي كويس يا ابو حميد، انت ايه اللي دخل النادي المنافس دلوقتي؟ مع الاسف بقى الدفاع بتاعنا، وانت فاهم يعني مش هنتكلم في الفنيات. طيب خلينا بقى يا ابو حميد. ابو حميد يا محمد، اتفضل يا كابتن. في سؤال الحلقه النهارده، مع ام ضد رحيل اداره نادي الزمالك؟ لا طبعا ضد. ترفض تماما؟ اه طبعا ارفض جدا. فين ايام الناس اللي قبل كده لما قعدنا بالعشر سنين ما ناخدش بطولات؟ تمام. ولما خدنا كاس مصر يتيمه ايام عمرو زكي يطلع تمام رئيس نادي يعيط على التلفزيون؟ فين شخصيه رئيس نادي الزمالك؟ مرتضى منصور معلش عامل شخصيه لنادي الزمالك، شخصيه رهيبه. أيوة. يكفي ان هو رئيس النادي الوحيد اللي يقدر يدخل جوه النادي الاهلي ويجيب قلب النادي الاهلي من جوه. اشكرك يا ابو حميد. الله عليك يا ابو حميد. اشكرك يا ابو حميد، الزملكاوي الجميل اسمه محمد فريد حبيبي. شكرا يا ابو حميد على الاتصال. طبعا يعني سؤالنا بقى، هننقل بقى من حته انقصابات الجمهور. احنا شايفين طبعا، هنيئا لك يا سياده المستشار، حب وعشق جمهور نادي الزمالك على الهوى. لا ناس ماجوره ولا ناس مدفوعه الاجر ولا ناس لها انتماءات، ناس دي بتحب نادي الزمالك وبتحبك، وسير على بركه الله. معانا مداخله الاستاذ محمود من الشرقيه. الو الو الو، اتفضل يا استاذ محمود. مساء الخير يا كابتن احمد. مساء الخير يا حبيبي، اتفضل. انا بحب اشارك مع البرنامج اللي حضرتك ناجح ده ومنور الدنيا كلها والله. ده نور حضرتك. برنامج حيادي ومنور الدنيا كلها. ربنا يخليك يا استاذ محمود. وانا بضم صوتي لصوت الجماهير اللي اتكلمت حضرتك، واحنا بندعم المستشار مرتضى منصور. تمام تمام. يعني حضرتك شفت سؤال الحلقه وبتجاوب، انت داعم قوي لمجلس اداره نادي الزمالك وتحديدا المستشار مرتضى منصور. تمام يا فندم. شكرا يا استاذ محمود، وشكرا على الاتصال. في اضافه ثانيه يا كابتن سيد؟ انا عايز اقول بقى كلمتين
للعبة الزمالك. طب ما هيجي وقته صدقني، هجيلك بالنسبه للعيبه الزمالك. طب انت عايز اضافه؟ اه هو مش هيحصل، مرتضى منصور مش هيسيب النادي، لكن لو ساب نادي الزمالك هو الاداره ايوه والله ما يخش نادي الزمالك وبطل تشجيع كوره. اكيد طبعا هبطل تشجيع كوره. تمام. لو مجلس اداره مشي من نادي الزمالك ده بتاعك ربنا. ايوه والله ما هتدخل نادي الزمالك ابدا في حياتي، ولا هعملها تاني تجارتي تاني، ولا اخش نادي الزمالك تاني نهائي يا كابتن، ولا هقول زمالك تاني، هبطلها خالص. لا ان شاء الله الزمالك موجود. احنا قبل المستشار ما كناش بنعرف نعمل نجيب اي حتى لاعب. أيوه. ما كناش يعني احنا لو يا جماعه لو مستشار ساب نادي الزمالك هينهار. مع احترام لحضرتك موضوع كهربا، انا بقول لك يا مستشار مرتضى انا عاوزك تردها فورا الاسبوع ده. اكيد تردها من قلب النادي الاهلي كده. أيوه. وخلي بقى جماعه، بص هقول لك على حاجه يا كابتن سيد ان شاء الله. خلينا بس اللعيبه، هنيجي للعيبه دلوقتي، هروح للكابتن سعيد الشناوي. وسؤال مهم جدا فنيا يا كابتن سعيد، طبعا حضرتك شايف اخر ثلاث مباريات او اربع مباريات لنادي الزمالك نتائج مش على المستوى، بعيد عن النتائج كمان المستوى فيه تدني. هل ده سببه ايه؟ اسباب تراجع اداء نادي الزمالك في الفتره الاخيره. طيب في بس حاجة مهمة جدا عايز اقولها. حضرتك عايز تتكلم في السؤال بتاع انقسامات الجمهور؟ هجمع المجمل كله في بعضه، بس عايز اتكلم في نقطة مهمة جدا. ليك مطلق الحرية يا كابتن. تمام يا كابتن. تمام يا كابتن. بعد اذن كابتن السيد واستاذة مرة. اتفضل. اولا بوجه خالص التعازي لنجم نادي الترسانة. طبعا الكابتن نادي الترسانة هذا التاريخ الكبير. كابتن مدحت عبد العزيز نجم هذا الخلوق، نجم نادي الترسانة الخلوق الطيب واصله اعرف شخصيا، رحمه الله عليه طبعا. اقدم له خالص التعازي والاسره الكريمه، ولي عتاب على القامات الكبيره والرموز الجميله في الاعلام المصري الرياضي. يا جماعه كابتن مدحت عبد العزيز كان نجم كبير وكان حكم دوري كبير، محدش سال عليه. أيوه. كابتن شيف النهارده تعبان. بعد اذنك يا عم سيد اكمل. كابتن شيف النهارده، كابتن شيف نجم نادي البلاستيك اللي امتع الجماهير الكره المصريه، اللي كان بعبع اهلي وزمالك. ايوه مفيش حد سال عليه يا كابتن احمد. صح. غير الكابتن محمد منصور حمامه. كابتن حمامه انا بارسل كل الشكر والتقدير لكابتن حمامه ودعائنا بالشفاء العاجل لكابتن شيف، واتمنى معالي الوزير المحترم الشاب الراقي المثقف، وببارك له برضه على الثقه الجميله اللي اتحطت فيه في الفتره اللي جايه، انه يرعى بعين سيد الوزير الدكتور اشرف صبحي. معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي هذا القامه الشخصيه الجميله اللي بنحبه على المستوى الشخصي. أيوه. كابتن شفه بيعاني في صراع مع المرض، محدش بيسال عنه. الاعلام الرياضي يا كابتن احمد عشان اقولها بكل شفافيه، الاعلام فؤادي والقامات الكبيره، هذه القامات اللي امتعتنا كثيرا. هنتكلم والله فؤادي تاني اتكلم عليها. هنتكلم عليه. بعزي المهندس طارق رئيس مجلس اداره النادي الترسانه، كابتن مدحت انور، كابتن يحيى السيد، القامات الكبيره كابتن اشرف محمد، كابتن هاني حسن، كل القامات بعزيهم وندعو له ان شاء الله بالرحمه والبقاء لله باذن الله باذن الله باذن الله. واتمنى برضو معالي الوزير يزور نادي الترسانه جماعه التاريخ الكبير، ده نادي شعبي اللي بيعاني معاناه صعبه جدا جدا. أيوه. جدا. وعايز اتكلم واتمنى عوده كل الانديه كابتن احمد، الانديه الشعبيه، قبل ما ادخل في سؤال حضرتك الانديه الشعبيه اللي وقعت يا كابتن احمد. ابدا اشتغل على الاستثمار. أيوه. ابدا اشوف رجال الاعمال المستثمرين. كره القدم يا كابتن احمد بقت علم، بقت دراسه، بقت تجاره رابحه جدا جدا جدا. احنا عندنا ثروه قوميه هائله. نادي الترسانه كابتن احمد، اتفضل كابتن. نادي الاسماعيلي كمان. الو كابتن مصر وكابتن النادي الاهلي كابتن عماد عبد الغني، نورت البرنامج. العفو يا فندم، ده البرنامج منور بوجودكم كلكم، منور الدنيا يا كابتن عماد. العفو انا بشكر حضرتك على ذوق حضرتك بالسماح لي بالمداخله عشان ارحب بالحاج سيد والكابتن الكبير كابتن سعيد الشناوي والاستاذه مريم. طبعا حضرتك عامل حاله جميله، برنامج فكرته جريئه على فكره. ما تحرمش من حضرتك، ده شرف ليا يا كابتن عماد، دي شهاده اعتز بيها. لا لا لا، ده في برامج كتير ما عندهاش الجراءه. طبعا مع احترامي للقامات اللي قاعده، ده دول مننا يعني، احنا ناس كلنا شعب مش اعلاميين ولا نقاد قاعدين في التلفزيون ال 24 ساعه، فبيتكلموا باسلوب وبفطره جميله
تحس ان البرنامج من الناس للشعب ومش الشعب لينا. ما هو ده الجمهور الجميل. تلامذتك يا كابتن عماد. لا العفو العفو، كابتن سعيد ده منسق عام للاتحاد المصري للنبض. نعم نعم. وحضرتك بقى المؤسس. صاحب مؤسس فكره الاتحاد المصري لنبذ العنف ونشر الروح الرياضيه يا كابتن عماد. والله هي كانت فكره، وطبعا ما فيش انسان على وجه الارض بيعرف يشتغل لوحده. تمام. ما كانش يبقى في قامات زي الكابتن سعيد، الكابتن عاشور. ربنا يخليك يا كابتن. بس انا هاخد وعد من حضرتك على الهوا يا كابتن عماد في حاجه. ده شرف يا فندم ليا ان ربنا يخليك. قبل ما تسال شرف كبير ان شاء الله. يعني هو الاتحاد تحت التاسيس طبعا يا فندم، ان شاء الله ما ناخد جميع الموافقات، هتبقى البدايه والانتشار من خلال شاشه الصحه والجمال برنامج الكره والجماهير. يا فندم ده شرف. واحنا تحت مظله الاتحاد المصري لنبذ العنف ونشر الروح الرياضية، ده حاجة تسعدنا وتشرفنا في ملاعبنا كلها. حبيبي يا كابتن. طبعا أنا ببارك للنادي الأهلي. تمام. فوز النهاردة. تمام. وببارك للنادي الزمالك التعادل الإيجابي. عودة طيبة إن شاء الله. خطوة بداية لتصحيح المسار. تمام. وسؤال حضرتك طبعا، لا أنا طبعا مع مجلس إدارة نادي الزمالك الموجود، لأنه هو عمل طفرة كبيرة جدا في نادي الزمالك، واللي ما يعترفش بكده يبقى انسان صاحب غرض. ودي شهاده من نجم كبير. دي شهاده من نجم كبير الكابتن عماد عبد الغني مع استمرار مجلس اداره نادي الزمالك، دي شهاده على الهوى. ان شاء الله كل جمهور الزمالك يلتف حول نادي الزمالك وحول مجلس ادارته، ويرجع نادي الزمالك قوي زي عادته ان شاء الله. طبعا يا فندم طبعا طبعا. دي بص الناس كلها بتتكلم زي مصر شايف. مفيش واحد قال لك نادي الزمالك نادي الزمالك اصبح بانجاز. لو احنا بصينا من 7-8 سنين الزمالك كان فين، زي ما الحاج سيد قال كنت بخبي العلم، حس كان 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 محبط، لقى شيء جميل فبدا يطلع العلم تباهي. أيوة. فخر. الله. مش خوف من جماهير الاهلي، عمر جماهير الاهلي والزمالك ما حصل منهم اي شيء سوى الاعلام الفاسد، وانا اسف ان انا بقول كده، ان هو بيضخم من كل مشكله دقيقه وصغيره بيعملها موضوع كبير جدا. للاسف ناس لها مصالح يا كابتن عماد بجد. ما انا بقول برنامج حضرتك عامل حاله جميله. ايه هي الحاله؟ ان انا اول مره اشوف الاستاذه مريم، العم سيد بيتكلم جميل، كابتن سعيد الشناوي رغم قمة الثقافة الرياضية والفكر الرياضي، إنما إحنا فين من الإعلام؟ مفيش. صعب جراءة منك طبعا نبغي الكرة والجماهير. دي شهادة بنعتز بيها والله يا كابتن عماد. ده شكر عظيم للأستاذة أميرة ولحضرتك واشكركم، وانا مستمتع بالحلقه. اي نعم انا وطيت الصوت عشان ما تقوليش وطي الصوت. انت استاذنا، احنا بنتعلم منك يا كابتن عماد. لا العفو العفو. ماشي. لا العفو العفو. شكرا على الاتصال يا كابتن عماد، ما نتحرمش من حضرتك ابدا. طيب اكمل. نرجع للكابتن سعيد الشناوي. كمل يا كابتن. اتفضل. اكمل. كنت بتكلم في مجمل الموضوع ايه؟ ان كره القدم اصبحت علم. تمام. اصبحت تجاره رابحه بتفوق تجاره السينما والسلاح وكل التجارات. تمام. قضت على التضخم المالي اللي موجود في دول الخليج يا كابتن احمد. كويس. الناس استثمرت الاموال في الدليل النهارده رجال اعمال اشتروا انديه في اوروبا ونجحت. أيوه. احنا ينقصنا هنا الحته دي. طيب الانديه اللي وقعت شعبيا ديت. أيوه. نادي الترسانه نادي عظيم، نادي غزل المحله، المنصوره، الانديه دي كلها محتاجه دعم. على حضرتك برضو اتفضل. انا عندي ازمه في كفر الشيخ، في انديه كفر الشيخ المحافظه. نادي كفر الشيخ بيعاني الامرين يا كابتن. نادي بيلا بيعاني الامرين. أيوه. والانديه ديت بتتلاشى. نادي أيوه. الكروم، الاولمبي، السكه الحديد. أيوه. كل نادي الانديه الشعبيه، الانديه الجميله الشعبيه. فانا عاوز اعاده يعني النظره يا جماعه. عندنا ثروه قوميه وعندنا طاقه، عندنا 100 مليون يا كابتن مصري بيشجعوا كره قدم. طبعا. يفطروا ويتغدوا ويتعشوا كره قدم. بيشجعوا حاجه اسمها كره القدم. بالظبط بالظبط كده بالظبط كده. فانا بقى اناشد يا جماعه المهتمين بهذا الامر، كره القدم ثروه قوميه هائله. ارجع بس لسؤال حضرتك بسرعه. معاك يا فندم. كنا بنتكلم عن نادي الزمالك. اداء نتائج الزمالك في الفتره الاخيره يعني. بص يا كابتن. نادي الزمالك في الفتره الاخيره. بص يا كابتن. جميع انديه العالم في مجدها ايوه بتتعرض لضربات. بتتعرض لمواقف.
نادي الزمالك نادي من 1911، نادي عظيم جدا. تمام. اللي انا احترم الاداره اللي موجوده، ولكن انا ليا طلبات عند الاداره الموجوده. فضل. بكل شفافيه كده. ايوه اتفضل. استشار مرتضى منصور قامه كبيره جدا. تمام. وقامه علميه وراجل جه باز قانوني. ايوه. بس عاوز اقول له يا معالي المستشار انت راجل طيب القلب يا جماعه. اللي ما يعرفش المستشار مرتضى منصور، الراجل ده قلبه ابيض يا جماعه. تمام. قلبه ابيض، ولكن الناس اللي بتتصيد في الميه العكره، يعني النهارده بتصيدوا ايه على المواقع يا كابتن احمد؟ أيوه. الفوطه اللي حاططها، مش كل حارس مرمى بيحط فوطه جنب العارضه يا كابتن احمد عشان يمسح فيه ينشف فيها. هي مداعبه انت عارف، خف الدم، خف الدم. هنا ناس بتتصيد المداعبات يا كابتن احمد وتحولها. ايوه كابتن احمد، في بعض الاعلاميين وقامات كبيره وبعض رموز نادي الزمالك واللي أيوه. بيطلعوا تويتات. تمام. في ناس بتسيء للنادي الاهلي باسم الزمالك، وناس بتسيء للنادي الزمالك باسم الاهلي. صح. يا جماعة فين الرقي؟ فين أداب الكلمة؟ فين الحوار؟ أنا كمنسق عام في اتحاد المصري نبذ العنف ونشر الروح الرياضية، أنا بدعو الجميع يا جماعة، يا جماعة الجمهور بتاعنا هو مين الجمهور يا كابتن أحمد؟ قمة الشباب ورونق الشباب الجميل بتاعنا اللي هو مستقبل مصر ومستقبل البلد. تمام. نادي الزمالك أنا مع الإدارة واستمرار الإدارة. أيوة. ولكن ليا طلبات عند المستشار مرتضى منصور، ويجب أن المرتضى منصور ينفتح أكثر من ذلك على الجمهور الزملكاوي وعلى كل جماهير مصر. كابتن احمد انا ليا طلب بسيط جدا على مستوى المتواضع. اتفضل يا كابتن. هنقول الطلب بس بعد ما ناخد المداخله. اتفضل يا كابتن. كابتن احمد صلاح نجم نادي الزمالك. كابتن احمد ازي حضرتك؟ السلام عليكم. ازي حضرتك يا كابتن؟ مساء الخير يا كابتن احمد. بمس على ضيوفك الكرام كابتن سيد وكابتن سعيد وكابتن مريم. حبيبي ازي حضرتك يا كابتن احمد؟ ازي حضرتك؟ منورين الدنيا والله. حلقه بصراحه جميله جدا يا كابتن احمد والله. انت ذوق، انت ذوق وبتحرجنا بذوقك على طول يا كابتن احمد. من اطيب الناس اللي موجوده. محترم قوي، محترم فعلا، من اطيب الناس دايما بكره وطيبه. ايه رايك؟ طب ايه رايك في سؤال الحلقه النهارضه يا كابتن احمد؟ والله زي ما حضرتك قلت وضيف حضرتك قالوا، احنا لازم نبقى سند لنادي الزمالك، لازم نشوف استقرار نادي الزمالك، لازم نبعد عن كل حاجه ضد نادي الزمالك. طبعا اول حاجه ببارك لنادي الزمالك على التعادل النهارده. تمام. وببارك لنادي الاهلي على الفوز النهارده. جميل. وان شاء الله دي اول خطوه ليهم ان شاء الله في ان شاء الله تبقى بدايه المسار الصحيح للنادي. اكيد طبعا. فشايف ان زي ما حضرتك بتقول والضيوف بيقولوا، انا شايف ان مع استقرار نادي الزمالك لازم مجلس الاداره يفضل متواجد لاكبر اطول فتره ممكنه. بص على مانشستر سيتي، بص على ريال مدريد، عندهم ضربات في بقى حد بيتكلم على الاداره؟ لا احنا ماشي الاداره بالظبط. لا يعني بص حضرتك على سيتي وبص على ريال مدريد. الاستقرار الاستقرار الاداره مهم يا كابتن احمد. يا كابتن احمد اكيد طبعا. كابتن احمد يا كابتن احمد الاهلي كان بيمر بظروف دي يا كابتن احمد. اكيد طبعا اكيد. وبعدين وقع الاهلي السنه اللي فاتت ولقوا كل الاعلام كلهم وقفوا يساندوا الاهلي. تكاتف جميع ولجنه المسابقات اجلوا لهم ماتشات علشان الاهلي كان واقع. عم سيد بقى لازم النهارده بقى ليه السنه دي ما حصلش بقى كده ليه؟ واخد بال حضرتك؟ هنأجل لك يا عم سيد. معاك حق والله فعلا. ايوه يا كابتن. يا كابتن احمد احنا بتوع كوره يا كابتن. يا كابتن احمد مش بتاع فيلم. انا بحب اعمل مداعبه مع عم سيد. هنأجل لك اللي انت عاوزه يا عم سيد. لا يا كابتن لا انا بتكلم في ايه؟ الاعلام بس. طب اقول لك حاجه، صل على النبي. اتفضل. حته العقد بتاع كهربا كان بيسير. طب نشوف كابتن احمد على التليفون الاول. طيب ماشي. كابتن احمد. كابتن احمد اتفضل يا كابتن. حضرتك مع ان شاء الله استمرار مجلس اداره نادي الزمالك؟ اكيد طبعا مع استقرار مع استمرار مجلس اداره نادي الزمالك، عشان احنا السنه اللي فاتت خدنا ايه؟ خدنا بطوله الكاس وخدنا الكونفدراليه. اللهم صل على النبي. والسنه دي لسه عندنا برضه كام بطوله. عندنا دلوقتي الدوري برضه لسه. الدوري والدوري لسه طويل. انت لسه ما لعبتش غير 8 مباريات. لسه بدري قوي. وماشي كويس في افريقيا. لسه بقول بسم الله الرحمن الرحيم. أيوة الدوري اشتغل. أيوة. لسه وعندك مباراه مهمه جدا، مباراه السوبر مع نادي الترجي. فشايف ان الزمالك قدامه كذا بطوله، لازم نركز في البطولات الموجوده دلوقتي. لازم نبعد عن المشاكل ونبعد عن الصراعات وعن السوشيال ميديا اللي هي بتخرب الانديه. يعني السوشيال ميديا هي اللي بتخرب الانديه كابتن احمد. برافو بحييك يا كابتن احمد. بحييك يا كابتن احمد. وبنضم صوتنا من خلال برنامج الجمهور الكره والجماهير، بنضم صوتنا لصوت حضرتك ومع استمرار مجلس إدارة نادي الزمالك إن شاء الله. أكمل طلبي بس. بشكر حضرتك والله. طيب طب حاجة بقى مهمة وهستأذنك يا كابتن سعيد. اتفضل. كابتن رضا الإسماعيلية اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. كابتن رضا الدياسطي. ازيك يا أحمد؟ ازيك يا كابتن رضا؟ تحياتي لحضرتك وللكابتن سعيد الشناوي. منور يا كابتن رضا. منور يا حبيبي. منور. والأستاذة مريم. منور يا حبيبي. الدنيا كلها السمسميه بقى والدراويش والكره الحلوه والمتعه والمانجا. اميره بتقول لي في الاربيز المانجا. وهو معايا على الهوا كده كابتن رضا. استاذن معاك وانت معايا على الهوا. النقطه المهمه اللي كنت عايز اتكلم فيها، وقوع الانديه
انا عندي مشكله حاصله النهارده في نادي الاسماعيلي، الاعلام لم يتدخل ولم يناقش هذا الموضوع جدا، وكابتن رضا هيقول لحضرتك في عجاله، واتمنى حضرتك كابتن احمد تستضيف هذا الموضوع. نادي الاسماعيلي بيمر بضروب وبيمر بمشاكل، ونادي الاسماعيلي قامه كبيره في جمهوريه مصر العربيه، في الكره العربيه كلها، في الكره المصريه والافريقيه والمصريه. بس تعقيبا، اتفضل يا كابتن رضا. اتفضل يا كابتن. اولا انا بس لحضرتك استاذ احمد على سؤال الحلقه، انا طبعا مع استقرار نادي الزمالك واستمرار مجلس الاداره. تمام، كويس، ماشي، تمام. معلش بقى اخد، مش هاخد من وقت حضرتك كتير، يعني هم دقيقتين هصور لك فيهم بس مشكله الاسماعيلي. ده الدراويش على دماغنا، اتفضل. ربنا يخليك يا فندم، ربنا يخليك. اولا الاسماعيلي يعني اسماعيليه كلها بتنافس كوره وبتعشق الاسماعيلي. معلش هتعيد تاني بعد اذنك يا كابتن رضا. معلش بقول لحضرتك الاسماعيليه بتنافس كوره. تمام، يعني من الكبير للصغير. احنا تعدادنا 1,400,000 نسمه. تمام، كلنا اسماعيليه. تمام، ماشي. مجلس اداره المهندس ابراهيم عثمان من ساعه ما اجى يعني في عجاله كده جاب اكتر من 90 لعيب. تمام، للنادي الاسماعيلي. كويس، ماشي، ده يعتبر اداره مال عام. تمام. ثانيا مبنى الاجتماعي، النادي الاسماعيلي الاجتماعي اللي في صلاح الريس في يوم 6 مايو. ده بمستنداتك يا الريس، فتحه من هنا وقبله من هنا. تمام، مش هتكفي المداخله. ماشي. ثالث حاجه، نائب رئيس مجلس الاداره بتاع النادي الاسماعيلي مهندس خالد فرو، بقى له سنه ونص ما بيدخلش النادي، بس توقيعه على جميع اجتماعات مجلس الاداره والجمعيه العموميه. تمام، ماشي. في الجمعيه الاخيره اللي هي كانت بتاعت الاسماعيلي كانت 22/9، ايوه، او 22/10، ايوه، بحضور ممثل شباب ورياضه. تمام. ثالث حاجه، ما عينش مدير تنفيذي للنادي لغايه دلوقتي. مفيش مدير تنفيذي اطلاقا اطلاقا. شكرا، شكرا يا كابتن رضا، واحنا لنا حلقه بقى يعني ان شاء الله موسعه لجماهير نادي الاسماعيلي. طبعا انا بعتذر للجمهور، وقتنا بيجري بسرعه كابتن، جدا جدا، وعشان وقتنا خلاص اوشك على الانتهاء. فاحنا ممكن نستغل الثلاث دقائق في يعني اجابه سريعه، اجابه سريعه، عشان نقدر ناخد كم كتير من الاسئله اللي معانا. حضرتك باقي 3 دقايق بس. 3 دقايق. احنا هنقدم حلول من خلال برنامج الكره والجماهير. ايه الحل من وجهه نظرك عشان الزمالك يعدي المشكله المتواجده حاليا؟ هنقل من حضراتكم واروح لمريم، بس في عجاله يا استاذ مريم، اتفضلي، عشان تدي فرصه لاجابه الاستاذ سعيد. تمام. والاستاذ سيد جودي، احنا الحلول من وجهه نظرك، احنا داخلين على شهر يناير. تمام، الحلول محتاجين باك يمين ضروري. ماشي، لاني حازم امام بيتصاب كتير. تمام، محتاجين قلب دفاع. تمام، الدفاع بتاعنا مهزوز. تمام، محتاجين مهاجم. تمام، لازم مهاجم يبقى بجوار مصطفى محمد. تمام، بس ده اللي محتاجه من وجهه نظري نادي الزمالك، علشان واهم حاجه الباك اليمين. خلاص سياده المستشار، في مدير فني قاعد معايا، ايه رايك ما تمسك الفرقه يا مريم؟ عم سيد، في عجاله عشان ندي فرصه للكابتن سعيد. في عجاله، الحلول من وجهه نظرك عشان الزمالك يرجع ويعدي من المشكله دي. كل لعيب يبص للتيشيرت ده. طب بوسه على الهوا. صح، ايوه كده. اغلى حاجه عندي في حياتي هو الزمالك. تمام، الرموز ده للزمالك. تمام، اللي يعني بتقولوا احنا زملكاويه وخير نادي الزمالك على كتافكم. صحيح، وايه والعيله، العيله كمان مش انتوا بس. تمام، بقول اللعيبة بتاع الزمالك، تيشيرت الزمالك ده غالي، مش اي حد يلبسه. تعملوا بيه، انت خدتوا فلوس وخدتوا ملايين، مش عارف يعني، تعملوا بكل جنيه خدتوه. تيشيرت الزمالك ده غالي علينا، احنا بالملايين، جماهير الزمالك بالملايين في جميع الدول، الدول العربية والافريقية والاوروبية، والله العظيم فيها ناس بتحب الزمالك. تمام، اكيد طبعا. كابتن سعيد، ودي النهايه، قدامي قد دقيقه. دقيقه، ايوه. طيب عاوز اقول التيشيرت ده برضو زي ما قال عم سيد الكابتن سيد، التيشيرت ده بقول لنجوم نادي الزمالك، طالما جيت نادي الزمالك يبقى لازم تخلص لنادي الزمالك. تمام، خلي عندك ثقافه، وانا برجع لاداره نادي الزمالك. طب نبوس التيشيرت على الهواء. التيشيرت ده انا ببوسه واحضنه بكل حاجه اهو، تيشيرت نادي الزمالك. بعد اذنك مريم برضو، اتفضل. يلا يا مريم، خدت بالك كابتن احمد؟ مريم طلب بس بسيط للمستشار مرتضى منصور. اتفضل. عايز اقول له اتمنى متحدث اعلامي مثقف على اعلى مستوى
يكون هو المسؤول عن كل حاجة إعلامية تخص نادي الزمالك. تمام. عايزك يا معالي المستشار قاعد في مكتبك بس. رئيس تدير المنظومة. النادي واجهة النادي. تدير المنظومة. عايز متحدث إعلامي ما يكونش موظف. هناك فرق بين الموظف وبين المبدع. ويبعد عنه الناس اللي هي أصحاب المصالح. مستشار مطرد مسؤول دماغه عالية جدا. دماغه عالية جدا. عاوز أقول حاجة، التصالح مع الجمهور. تمام. عايزين ننزل، عايز حاجة مهمة جدا. عايزك يا مستشار مرتضى منصور تنزل حضرتك، تنزل لقطاع الناشئين. كابتن احمد صلاح اخر احسن مدرب السنه اللي فاتت. تمام. عايزك تنزل تهتم بيهم، ترفع مستواهم. رساله وصلت يا كابتن سعيد. وبحيي بالمناسبه نقطه اخيره، بحيي رابطه كده مفيش هوا. ما عادش بشكر يعني ان شاء الله، يعني كان معانا اسئله كتير بس لضيق الوقت ما قدرناش ناخدها. ان شاء الله ميعادنا السبت القادم 12 مساء، الكوره والجماهير مع احمد سعيد. اوعوا تروحوا في اي حته.